كنتكلم عليه راه هو مشكل ديال السكنه ديال المحمديه، لان مشكل ديال المحمديه السيد الرئيس حتى وصينا باش ديما نكونوا ولاد الناس في الهضره ديالنا ونضربوا الكلمه، ولكن السيد الرئيس سمح لي غنتجاوز يمكن شي شويه اليوم عند التوصيه ديالك، لان المحمديه السيد الرئيس كيف ما كتعرفوا عطات مقاهي ولايتي لواحد الحزب يطلع منه وزير وكنا كنتمناو منه بزاف، ما كملش المده ديالو كوزير دونك ما حاسبناش، عاود تقدموا عندنا كبرلمانيين خرج منهم رئيس حكومه اللي وضعنا في واحد الامل كبير، لان فرحنا رئيس حكومه خارج من المدينه ديال المحمديه. في الاخر لقينا راسنا ما شفنا حتى حاجه، ما شفنا والو. ما غاديش اش غادي نقول لك السيد الرئيس، تصيدنا ما عندنا ما نقولوا والو، تصيدنا ولكن قال لك شفتك قال لي عرفتك. بغيت نهضر على البيلون ديال الحزب في المحمديه ديال هذا اللي ما نقدرش نقول، حيت باش يكون بيلون خص تكون دار شي حاجه، لقيتها بيلون نيو دونك حتى شي حاجه خايبه بغيت نجبدها ما كايناش، حيت خصهم يديروا شي حاجه باش تكون خايبه، ما داروا والو. نقول لك السيد الرئيس عندنا هنا في المحمديه مشكل بحال المحمديه راه بحال المدن ديال المغرب، انا هضر عليك على المشاكل ديال التعليم، المشاكل ديال الصحه، مشكل ديال الصحه انه تعطلنا وعودات ديال واحد السبيطار اللي السي بوسعيد كنا مشينا شفنا ودار الوجه ديالو، ولكن المشكل انه باقي الان مازال ما شافش الوجود، علاش باقي كنضربوا على الارض؟ جا واحد التصميم اللي داروا واحد الارض، داروا واحد السبيطار في الارض ديال الخصوص، ما كاينش الفلوس باش يقدروا يديروا المساعدة فيا، شفنا هناك على قبل المياه والغابات، استجبتي ولكن ما كاينش شي غادي يقفل هذا الشيء، حنا كنتمناو السيد الرئيس اش غادي نقول لك؟ انا قلت لك القطاع ديال الصحة ناخذوا، حيت يمكن بان كل الامل عندكم، اش غادي المشكلة السيد الرئيس انه في المحمدية ماشي ما كيداولوش الناس، اسيدي ما داولوش باش غلاش باش نداولو، ولكن راه تمني دوك اللي ما داولوش كيموتوا وكاش باش نداولو. راه دابا المشكلة ما عندنا في المحمدية، واش كتعرفوا في المحمدية ما عندناش عروضة؟ راه كل عام راه كنمشيو كنضربو شويه ديال الحيط وكنديرو باش نديرو الروضه، زعما ما اش غادي نقول لك السيد الرئيس؟ لو بينو اللي غادي نهضرو عليه ما غنبقاو نهضرو عليه، ما عمرنا ما نحبسو 3 دقائق ما كي غندير فيها حتى 3 اسبوع ما تكفيش، اش غادي نقول لك السيد الرئيس؟ ملي كنشوفو كيما رئيس الحكومه جا هضرنا معاه، كاين مشكل اللي هو مشكل وطني، المشكل ديال مصحه التكريم، ما كيتكلمش عليه بالكل بالكل، حنا ما كاينش انه المشكل ماشي هو المشكل ديال الناس اللي كانوا خدامين في مصحة التكرير، المشكل هو الشركات اللي كانوا خدامين معاهم، راه لومبوا اندوي ايتي سايف سوبر لومبوا ديال اسامي، المشكل هو ان دابا الميناء ديال المحمدية، الميناء ديال المحمدية ما خدامش في الناس، اش زعما اش غادي نقول تكلموا على المشاكل ديال المحمدية تنعياو، هاد الناس وعدونا وعدونا وعدونا، دوزنا 5 سنين كنا غادي نتعلموا، 5 سنين اخرى ما تعلموش، اش غادي نقولوا لهم؟ السي هشام نقول لهم الارحال ما غاديش نقول لهم المغاربه، السي هشام غادي يعيدوا غادي يعيدوا غادي يعيدوا، لا نقول لواحد الكلمه السي هشام عيدوا غير ما غيدوا لا سي الرئيس اش غادي نقول لك دابا المحمديه كنعانيو، المحمديه كانت معروفه مدينه صناعيه ما بقاتش عندها زون اندوستريال سي الرئيس السي هشام جاو عطيك السي هشام السي هشام عطيك الله يجازيك بخير حنا ما مشيناش عند الناس اللي داروا لهم والديهم فلوس، حنا مشينا عند الناس اللي جاوا لنا المغاربه فهمتي اخويا؟ باش تقول لك ولاد المحمديه عندنا سيتي دكتور من يخلف واش من يخلف ترخصات فيها اش غادي نقول لكم اكثر من 25000 شقه وفيها في التصميم 11 هكتار ديال الصناعه، واش هادوك الناس فين غادي يسكنوا؟ عطيناهم فين غادي يسكنوا وفين غادي يخدموا ما غاديش يخدموا
مشكل، الشلالات هكاك فين ما مشينا نهضروا على نفس المشكل، والمشكل السيد الرئيس اللي عندنا مشكل كيهمنا هنا في محمديه هو مشكل كبير، هو المشكل ديال التلوث السيد الرئيس، انه ما تنساش السيد الرئيس انه محمديه ان المشكل ديال الدقه، ان المشكل ديال الدراري الصغار اللي كيتزادوا انه اختار بين ما لو كو بروبليم اللي عندنا في محمديه كانوا كل الناس كيهضروا على سمير ولكن لو بروبليم سي لا سونتر تكنيك السيد الرئيس. سي لا سونتر تكنيك السيد الرئيس واش حنا ما كنقولوش بالماء المغربي خصنا نحبسوا ونطلعوا عليه الضوء ولكن واش باش نطلعوا المغاربه ونطلعوا المغاربه؟ الله يخليكم السيد الرئيس كان كاين حلول ما كنقولوش هذيك لا صدقه خصها تسد هذيك لا صدقه خصها تبقى خدامه ولكن راه تقدر تخدم بلا ما تلوث راه يا ان بلون كازي كيفو ان كلوب محمديه دون سو بلون راه السيد الرئيس الا جيت كنهضر معاك على المحمديه ما غاديش نحبسو السيد الرئيس حنا الامل ديالنا هو واحد الوقت كنا كنقولوا علاش الحزب ديالنا حنا شارك في هذه الحكومه حيت الا جينا نشوفوا وانا شوفوا هذه الحكومه كاينه علاش غادي تخدم الا ما خدمتوش نتوما هما كانوا جاو خدامين ما عندهم كفاءات دونك نو سولمون لي بوان بوزيتيف ديالنا كيخدموا عليهم وحنا كاش كنتحملوا كنتحملوا المصايب ديالهم راسي راسي ما فهمناش السيد الرئيس حبنا الوطن غادي نقول لك خاصنا نخدموا وخاصكم تخدموا معاهم ولكن السيد الرئيس خاصنا نخدموا باش حنا ناخذوا هذا الزمام حيت السيد الرئيس هما شنو الكفاءات بانوا مما عندنا ولكن اشعل اللي كانوا كيركبوا عليهم انهم يومي خوف ولكن راه في الاخر لقيناهم راه ماشي القانون المغاربه راه بالعكس راه فيهم مشاكل اكثر من داكشي اللي كانوا كيقولوا في المغاربه دوك كيعطيو وجه وكيخدموا وجه والسيد الرئيس اش غادي نقول لك انا واحد الحاجه اللي فرحان بها حيت ما حدهم كنشوفهم كيهجموا علينا كيهجموا عليك انت خصوصا كنعرفوا بين المراك خالعوا وبين المراك غادي في طريق المستقيم انا اش كنقول لهم كنقول الهجوم ينزل ما حد الهجوم كينزل ما حدنا حنا كنقولوا راه حنا في طريق المستقيم انا اش غادي نقول لك السيد الرئيس ما غاديش نقول لك انا المشكله هو دابا انت ديتي واحد لو با اون اغيير في الاستثمار ولكن ما كرهتش عاودتي تخدم معنا في المحمديه كيقول لك بلا جاني لا مرسي قالت لك مدينه الزهور راه وليت كنعيش نقول لهم حنا حنا في محمديه كنا معروفين مدينه الزهور اش بقى لنا في محمديه ما بقى لنا والو سي الرئيس راه الناس في محمديه قدام هنا في محمديه انا راه وعدتهم بان في 100 يوم ديال المدينه ان شاء الله كيف ما غادي تبدا في دمنات اللي هي المدينة اللي تخلق فيها الوليد وانا فرحان باش غتبدا فيها كنتمنى انك تنتهي الماتش هنا في المحمدية دقينا على باب العمل وما غادي يجاوبوا علينا السيدة خلوش ان شاء الله غادي نكون معك ان شاء الله شكرا خارج